على موضوع الألعاب في الماك، بما إن الماك متخصص أكتر في عملية المونتاج، برامج المونتاج وبرامج البرمجة، تمام، بيبقى يكون الألعاب فيه محدود، أو بمعنى أصح في ألعاب بس بتكون مدفوعة أو مساحتها كبيرة، ودي مشكلة في معظم الأحوال لبعض المستخدمين. فالحل إنك بتنزل محاكي الأندرويد على الماك، لأنها برامج والألعاب بتاعة الأندرويد مفتوحة المصدر، وفي الغالب أغلبها بتكون مجانية وبجرافيك كويس ومعقول. فقبل ما نبتدي في الشرح ازاي تسطب بالمحاكاة الأندرويد، لازم أول حاجة تعمل خطوة بسيطة على نظامك الماك، إنك تسطب أو تسمح بنزول برامج خارج أبل ستور. أول حاجة بتروح على التيرمينال، تمام، وبتكتب الكود ده، هسيب لكم الكود في أسفل الوصف. كليك يمين هنا بيست، اكتب باسورد الجهاز بتاعك. كده انت خليت الجهاز بتاعك يستقبل برامج من خارج ابل ستور. لو رحنا على سيستم بريفنس ورحنا على سيكوريتي، هيظهر لك الاختيار التالت Anywhere، تكون انت مختاره وهو بيختار اوتوماتيك دلوقتي، تمام، وتروح على موقع بلو ستاكس وتعمل تحميل للبلو ستاكس، تمام، هينزل معاك. بعد ما ينزل معاك، تمام، طريقة التثبيت بتاعته سهلة. بعد ما ينزل وتفتحه هتدوس عليها كليك مرتين، انستول، تكتب باسورد الجهاز، تستنى لحد ما ينزل. اوبن سيستم بريفنس، تفتح القفلانة، تكتب باسورد الجهاز بتاعك، اللوك، وبتعمل علامة صح عليه، وتقفل القفل تاني، وتقفل سيكوريتي، وتدوس هنا الاو. بعد كده بتدوس العب الان. دلوقتي زي ما انتوا شايفين دي الالعاب الموجودة على الستور، ممكن انت تنزلها وتلعب اللعبة كده. هنا طبعا دي اعدادات اولية، تختار مثلا اللغة، لو في عربي هنختار عربي، بعد كده مصر، بعد كده ابدأ، بعد كده بتكتب البريد الالكتروني بتاعك البرنامج، تمام. تعال نشوف كده مع بعض نفتحها، تمام، في الاعدادات اكنه جهاز تابلت. نختار مثلا اي لعبة عايزين نلعبها، بعد ما نزلنا لعبة سونيك، تمام، نعمل فتح، بيقول لي هنا بالاسهم، تمام، وسبيس وحرف الزد، نعمل اوكي، تمام، نعمل بلاي. تمام، دي كده ألعاب الأندرويد ممكن تنزلها، بينزلك على سطح المكتب هنا،
تقدر تلعب الألعاب بتاعتك الموجودة على التليفون عن طريق برنامج المحاكاة أندرويد على الماك. وبكده يكون الشرح يكون انتهى، وأتمنى يكون الشرح سهل وبسيط. أتمنى الاشتراك في القناة، لايك لو عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.